أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم مرة تانية. وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الأفعال الضميرية أو الأفعال ذات الضميرين. الأفعال ذات الضميرين عشان تعرفها هي دايما بتكون مسبوقة بإس أ أو إس أبوستخف. تمام، ناخد أمثلة على هذه الأفعال. لما بقول se préparer، se préparer يعني يستعد، se coucher، se coucher يعني ينام، se reposer، se reposer، se reposer يعني يستريح، s'appeler، s'appeler يدعى أو يسمى، se brosser les dents، se brosser les dents، se brosser les dents يعني يغسل الأسنان، se concentrer، se concentrer، se concentrer يعني يركز. بعدها صبيي، صبيي، صبيي يعني يرتدي. ايه فكرة الافعال ذات الضميرين؟ الافعال ذات الضميرين بتقول لك ان الفعل بيحصل على الشخص اللي بيتكلم، على الشخص اللي صاحب هذا الفعل. يعني مثلا لما بقول se préparer، se préparer يعني يستعد، يعني هو نفسه بيستعد، مش بيخلي حاجة تانية تستعد. لما بقول مثلا سكوشي يعني ينام، يعني هو نفسه اللي بينام، مش بيخلي حد تاني او حاجة تاني تنام. مثلا سابلي، سابلي يدعى او يسمى، انا ادعى مش بخلي حد تاني يدعى، يعني الدعوة دي او الاسم ده ينطبق عليا انا. تمام يا شباب؟ طيب دلوقتي فكرة تصريف الفعل ذو الضميرين. دايما عارفين ان احنا في افعال المجموعة الاولى بنحذف حرفين هم الاخر اللي في النهاية، وبنحط النهايات بتاعتنا، مع جي بنحط، مع جي بنحط ا، مع تي بنحط ا اس، مع الايل والال بنحط ا، مع النو بنحط او ان اس، مع الفو بنحط زد، مع الايل والال بنحط ان تي. طيب ده العادي. ايه الجديد بقى معانا؟ ان الاس اللي في الفعل ذو الضميرين اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الفيديو هي كمان بتقول انا عايز اتصرف، اللي هي دي الاس او الاس ابوستروف، بتقول انا كمان عايز اتصرف. طيب يا اس عايزه ايه؟ عايزه، هتقول لك بقى انا عايزه لما اجي مع جو يبقى اسمي م او ام ابوستروف، او هاجي مع تو يبقى اسمي ت او تي ابوستروف، وهاجي مع الايل والال والاون يبقى اسمي س او اس ابوستروف، وهاجي مع النو يبقى اسمي نو تانية، وهاجي مع الفو ويبقى اسمي فو تانية، وهاجي مع الايل والال افيك اس ويبقى اسمي س برضو. طب ناخد مثال عملي ونصرف الفعل صبيي. صبيي هو فعل ذو ضميرين وفي نفس الوقت مجموعة أولى لأنه بينتهي ب اخ. تعال نشوف، حذفنا الاخ وحطينا النهايات بتاعتنا، ولكن الاس ابوستروف هي كمان عايزه تتصرف، فبنقول مثلا جو مابي، جو مابي، ما تقولش جو صبي، لا خلاص الاس ابوستروف مع جو يبقى اسمها م، فتقول جو مابي. انا ارتدي تو طبي، انت ترتدي ايل وال وان صبي، هو وهي والضمير النكره يرتدي نو نو زابيون، نو نو زابيون نحن نرتدي، فو فو زابيي، فو فو زابيي انتم ترتدون، ايل وال صبي، ايل وال صبي يعني هم وهن يرتدين. تمام، ده كان شرح سريع عن الفعل ذو الضميرين. يا ريت يا ريت وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتعليقاتكم الجميله تبقى مكتوبة تحت الفيديو، وشير لكل أصدقائكم علشان يذاكروا ويلحقوا يذاكروا بسرعة من خلال اليوتيوب. تحياتي ليكم، نشوفكم في الفيديوهات اللي جاية السريعة جدا. باي باي.